بيان سور بعد 38 سنة المنتخب هذا يرجع لكأس العالم. الأرجنتين عندنا فيها ذكريات حلوة برشا. إن شاء الله ليكيب خدمة مليح معناها البريود هذه كل باش تحضر وباش تكون إن شاء الله بريت لو جور جي. نعرفوا لي ماتشوات ماهمش سهلين كونتر دي زادفيرسير معناها صعاب وعندهم تاريخ ومعناها دي ستيل دو جو ديفيرون. إن شاء الله يا ربي الأولاد يكونوا حاضرين وإن شاء الله معناها يعطيوا وجه مشرف لكرة القدم التونسية. سي مازال ما نجموش نشوفوك أنت قدام ما قدامنا وما نسالوكش على الملاعبية اللي نحبوا نشوفوهم في منتخبنا وخاصة اللي بيناسيونو اللي برشا أسامي قاعدة طرحت في الأيامات اللي فاتت. والله هذا هي سياسة الجامعة معناها كما تعرفوا الحمد لله موفقين معناها منذ مدة في استقطاب معناها لاعبين اللي عندهم بوتنسيال يعني نجم يعاون ونجم يعطي الإضافة لكرة القدم التونسية كما قاعدين نشوفوا ليكيب اوفان معناها الحمد لله عاود رجعت معناها للكوب دي موند. فما برشا أولاد ينجموا معناها في القريب العاجل نشوفوهم في الفريق الأول. هذا لو بلوز امبورطون بالنسبه لينا اني معناها يكون عندنا لو ماكسيموم دو جوور اللي نجموا نعملوا عليهم في ليكيب الاولى ان شاء الله. الشيخ ما عندك حتى اسم ولا فين كي نقولوا معاش حسن والا برشا اسامي سمعنا في الايامات الاخيره. والله كما قلنا قبل معناها نحن اوني توجور ان كونتاكت مع اللاعبين الكل اللي عندهم البوسيبيليتي وعندهم بيان سور لو طالون باش يكونوا في المنتخب. دونك الجامعه قاعده تخدم في خدمتها من الناحيه هذيه وان شاء الله في الوقت المناسب يكونوا عندكم اكثر اخبار ان شاء الله. على اسماعيل الغربي تو احنا تو لهنا مركزين على الفريق اقل من 20 سنه ان شاء الله يمشي وان شاء الله يعني ينوروا تونس وينوروا معناها الشعب اللي استنى فيهم ومن بعد كل حاجه في وقتها ان شاء الله. الاوبجيكتيف يحكي عليه الممرن وان شاء الله معناها هو كي نجموا تسالوه بقدره الاله نحن نوفروا جميع الظروف باش تكون مشاركه مشرفه ان شاء الله.